ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر دروف، فيديو جديد. فيديو النهارده ام سي هوك مدد خطاف مدد. اوكي طبعا الاغنيه دي الناس قالت لي ان هو ديستراك على ابي يوسف. تشوف هما بيقولوا ايه، وانا ما بحبش الديستراكس اصلا، ربنا يستر، لان هيقول كلام على ابي يوسف وانا بحب ابي يوسف. ده مش معناه ان انا مش احب ام سي هوك، اوكي ده مش معناه كده، بس انا ما بحبش الديستراك عشان بيدسوا ناس انا بحبهم، وممكن حد انا بحبه بيدس حد انا بحبه تاني، فاهمين؟ فاللي هو ليه؟ ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، عشان الاغنيه دي طويله ومش عايز اطول عليكم. يلا ليتس جو. اوكي يا يا مين اجمد؟ مين احسن؟ مين؟ كايرو اليكس او عشيره غوريلات وباقي السيم في الكفه؟ اخيك احمد فوق السلطة زي نزيه أحدب، اتدكيت في المحفل مين بعدك أمين دهتم. هو بيدس كمان أمين، عشان كده بيقول القاهرة واسكندرية. اسكندرية جامدين فشخ. كم رابر أنا سمعته لحد دلوقتي من اسكندرية جامدين فشخ. أنا كهراوي على فكرة. كم حد أوكي وأبي يوسف تقريبا كهراوي، فاللي هو أنت في إيه أحدب الدك. وام سي امين انا كنت بسمعه زمان، فانا كنت بحبه عشان كان على ايام ايجي راب سكول، معرفش هم راحوا فين دلوقتي، بس كنت بحب اسمعهم لان كان برضو كان حصل لما برضو كان في ديستراك ما بين السعوديه ومصر، دي سمعتها برضو كنت متضايق قوي من السعوديين، وكان في برضو كان ديستراك على اسرائيل، وكان اغاني دي كانت عجباني فشخ. اكيد في المحفل مين بعدك امين دهتم، بس الخطاف ما يجليش حطيتك هدف تصوير. بس هو لو بديستراك ام سي امين انا اسف، انت ما كنتش موجود، انت تقريبا كنت لسه في مدرسه، انا اسف. هو كان شارخ ويب لذلك اي بوب جي. هنصور قتيل خد الصوره دي، كلم المعطوره تشيل على المنصوره رميل، طلقه من المصوره دي بوظ منظورك لي، يسالوني لقيت الكارير بقول امين. بقول امين على ام سي امين. اوكي رجعك للسين هعمل فيك جميل، سمعهم القديم تعمل ضحك يجيب سريح، الحك في الابطال بيصيط العيال، يعني انت بطل طب ما لازم يحك فيك. انت بطل فلازم يحك فيك. اوه عادتك مع فريدريك ودي جي ماكس، مش هتخليك كندريك مصر ولا تكتب نص، الخطاف سادي بهال مدفع وانت مستك سلاسي وانك بتلبس صح صح، هاهين تاريخ رابر قديم للأسف. قديم مين؟ لو رابك مش ساحر ازاي هنقول ده عمل؟ هاهين تاريخ رابر قديم للأسف. للأسف فعلا للأسف، كويس انك قلت للأسف. اوكي انا كنت هبقى منحاز اوكي، بس انت طالما قلت قديم مين؟ لو رابك مش ساحر ازاي هنقول صح، هاهين تاريخ رابر قديم للأسف. قديم مين لو رابك مش قديم مين؟ برو في ايه؟ في برو انت كنت عايش معانا ولا كنت فين؟ ساحر ازاي هنقول ده عمل؟ ام سي هوك انا عمري ما سمعت عنه غير لما ابتديت الشهر ده، لما ابتديت اسمع عربي تاني، لكن زمان كنت بسمع راب، يعني كنت في موضوع الراب اللي هو اسمع راب ومش عارف ايه، وكان بيعجبني الاغاني الراب. انا ما كنتش بسمع ام سي هوك خالص، فانت جايب بتدس دلوقتي على ام سي امين. هو قديم فعلا وولد سكول كمان، فاللي هو انا مش عايز اكون منحاز في الاغنيه دي، بس انا اسف. انا في ناس كنت بسمعها زمان ما ينفعش تدسهم. اللي فكرك بالراب صحوه الاعلام ولا صهيوني فمدد ايدك للسلام، سبحان الله عصفور بنفس الحجر، هدفين بنفس الهدف نفس الطلق انضرب، زعلان الهوك اتفرض غضب على السين، انت بتسمعني بس كان نفسك تسمع ده امين جديد. غوريلا اتهبت فيك مش هنمجد ليك، ما تصدعناش ما قلنا لك مش عارفين مين، مجالنا قذر طيب هنحميك ونشطف فيك، تفاعل منك مش شايفين صاحبي هنصفيك، بكليك يمين لا بهوك شمال هد جبال، كينج الراب فين اللي سمات فين الريمان، مش هتنجم شرط لما تصاحب السادات، بيتي كان قدام التراب مش بخاف من الاموات. شوف سؤال ده واجب مفروض، قول الراب خلاك تبقى كده ولا ايس كيوب؟ ما انتش مقدم واجب مفروض، قول الراب خلاك تبقى كده ولا ايس كيوب؟ ايس كيوب خلاه ايه بالظبط؟ ما انتش مقدس عند
ايس كيوب مغني الراب الامريكي. هو ام سي امين يعرف ايس كيوب؟ ها مفروض قول الراب خلاك تبقى كده ولا ايس كيوب؟ ما انتش مقدس عند الحد بالمسروق، لو الهيب هوب دين انا عندي ايمان بالمكتوب. ايو كلامك نصه ملطوش، ده حتى اللوجو مسروق، مش هو لوحده اللي عنده اليوتيوب. زي ما يكون سمع اكزبت البيت شبت، بس للاسف الخط عارف والهوك رخم موت. صدمه كان مباري جودو كونغ فو، دي باتل في كيوتو بالسيوف، واحد منا هيموت. فانا سبقت الفودو المضروب، طلعت من جسد الروح، القصه خرصه فازاي هستنى منها ردود موت. ازاي امسي حرام الكلمات، ازاي اسمك امين اللي شفع لك بس انك قديم ممنوع. طب انت قلت ان هو قديم، هو مش كده في تناقض؟ اللي هو قديم مين كان بيقول قديم مين في الاول، بعد كده دلوقتي بيقول شفالك انك قديم. اوكي اللمس لان الانتيكا قابل للكسرة، مستوى كتبك تحت تحت ممنوع اللمس لان الانتيكا ليه؟ اسمك امين اللي شفع لك بس انك قديم ممنوع اللمس لان الانتيكا قابل للكسرة، مستوى كتبك تحت 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 شد الحيل رسايل تهديد بهديك خدلك جيميل. بصير الجدل من مكاني، الهدف مش مثالي بالتالي هتلاقي سجل ارتجالي. انت الصاف في اغتصاب، طيارة في برج تجارة، انت مصاب في اقتصاد، طلق فراس من الخطاف على بنار كالمنطاد. اسمع ده مسدس سوري خد مصاق وابلع. القيمة مش بكام تراك ولا كام فان، ضد الاعلام لمصر ضحكني شكرا ما تنام. الخطاف بان ضوء وسط المدينة زي باتمان، طلع مسدس من الباك باك وبام بام. ولا سمعت تراكك مع استاذ سام، للأسف كان تراك راب، لولا ان فيرسك بدع معك حبس في العين. قلق درويش الراب طالبين عوق، ستنا الخطاف عايزين مدد صابتنا العين. حسد دايما جاهز، الخزنة ما بتفضاش، صوفي في حضرة زاهد راد بس الجزمة جوردن وان وارز. مفيكمش ستار كوت ديفوار، بحط الطلقة في فورتكس راس، انتظرت الطيار زي فورتكس يا. كنت شايفك اسم تقيل رمز السين، دلوقتي اسم علي ياسين، بق كبير ضحك كتير ها دي لعب. اوكي هو تقريبا خرف ام سامين، تقريبا خرف، عشان كده ده اللي فهمته من كلامه، ان هو بيسرق كلمات، وان هو واخد برضو الساين او العلامه بتاعته مقلده من حد. وام سي امين تقريبا عمل حاجات، فيبقى عرفوني عرفوني ايه المشكله، يعني ام سي امين عمل ايه لحد دلوقتي؟ ده ام سي امين اللي قال لي على الاغنيه دي، قال لي ان في برضو اسمه ده ابي يوسف، تقريبا ابي يوسف هيخش عليه بعدين تقريبا، لان هما ماسكين تقريبا جاب سيره اسكندريه تقريبا ام سي امين، بس ام سي امين كهراوي والله ما فاكر. ما علينا خلينا نكمل. بتراب مش كرة القدم ليه بتعرض؟ بعد اعتزالك مش هتجينا تدرب. نايس تيك فركش. طب وحمورابي؟ طيب هديك ابسينا في اسنانك كنوع من حمورابي. نايس تيك فركش. طب وحمورابي؟ حمورابي هو حمورابي هو يقصد على مين؟ ابي يوسف بس مش حمورابي. طيب هديك ابسينا في اسنانك كنوع من سينا. استعين بالله على دك الكافر، الخطاف بيجاهد بالرايم، حسن نصر الله سويتش حلو على المايك باختصار، عشان تسجل البوم نديتك 30 دولار، ما عندك مايكروفون تفضلين شراء مخدرات، الخط حريف اداه تطفير افات، مفيش امان زي ما مفيش حاجه بمية غير الفيت معاك فرضا، ما انتش كذاب والمومس هنا بمية رسمة مومس هنا بمية مفيش حاجة بمية غير الفيت معاك فرضا، ما انتش كذاب والمومس هنا بمية رسمة تتهر 4000 علشان بتاعك ميلو ديكتر ومرحي. فعلا الخط مصاب بمرض خبيث، فالمفترض تتجنب البيف، لما تقرب هعديك لسه تضرب صاحبتك مرض الصرع ولا نسيت ان ده الفيست فايت الوحيد اللي كسبت فيه. الفهمان بيكسب الغور اللي بتهزك، مراتك خلفتها شبهي فمش هتنام مع بنتك. انا ما كانش قصدي اقف هنا، بس يعني مان بيكسب الغور اللي بتهزك، مراتك خلفتها شبهي فمش هتنام مع بنتك. ان هو نام مع مراته، فاللي هي المفروض مراته هتخلف من ام سي هوك، فهو مش هينام عشان هي، بس هي كده مش بنته، ممكن ينام معاها عادي شبهي، او يعني عشان هيربيها فتبقى زي بنته فمش قادر ينام فمش هتنام مع بنتك. الحمير فاقدين النطق عدل خط سيرك، ما جابتش الطبيعة حمار بيعمل ديس غيرك.
فاجت لما ترجع مش هديك سالم صاحبت صعيدة وسرسجية كيد امين بالواجب ردك عكف عجبت العيد وانا هكوم يدك تنشك مضفاك انت سمين لو شفت نفسك خصم هتوجه ليا نص شايفني ضخم فبتدس في رؤساء مصر رابي مهما تشد صفوف مش هتبقى امام امين برغم قوة الدليفري مش هيبقى ماك دي تحية للاساطير السابقين اللي تركهم بعد سنين ما زلت اتوهم بيك كلامي بيخبط فيك مش هيحميك الكارانتين دي قاعدة تصفية وجايب فيها عرب كلامي بيخبط فيك مش هيحميك الكارانتين دي قاعدة تصفية وجايب فيها عرب ليك مش جنز الروزز طلق بس لا مفيش ورد غير قدام ما تفنك بعد تفريخ فرد جنرال مين شرطتين بالخطف على وشك اول امين شايل كتفته على الجبين جيل حبسكم يا سين تافه الخطاف اسف كنت سين تافه كتفته على الجبين جيل حبسكم ياسين تافه الخطاف اسف كنت فن دلوقتي بدسك ما الخطاف جاحد بقلع الشباب حرفيا الخطاف ساحن صاحبك مطلع بكلوت لون عينيا وانا برص تعدلها على يدي فرض جاي حد تقبله طلبت فلوس للبيف عشان تدفع لحد يكتب لك هو الديستراك ده مش انا مش حاسه على ابي يوسف غير بس جملة تافه سين تافه لان الناس قالت لي ان هو بيقول ان هو سين تافه من اتفه السين لان هو الراب بتاعه تافه تقريبا فمش عارف ولو هو بيدس ام سي امين وابي يوسف فانت بتدس عمالقة انا عايز اعرف كان بيدس مين اوكي والرد عليه كان عامل ازاي عشان انا نفسي اسمع الرد اللي عليه يعني اللي اتقال عليه اوكي وبعرفوني ايه هو بيدس ليه اصلا يعني ايه المشكله اللي حصلت الزرعة تهنى مش هدفع لاجلي مذبح لكن انت احبى لازم ادفع قبل ما انجح تهنى مش هدفع لاجلي مذبح لكن انت احبى لازم ادفع قبل ما انجح بس 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 بدأت احس بندم مش هديلكم تاني فرسات مرفوع عنكم بالقلم ما فكش كلام يتكتب فمش احسبك مت صياحكم ضرب والخطاف متل هيت منطقي المفروض لو في اي فرصه ان احنا نشفر حمورابي كده لان ممكن الاعلانات اي لحظه بتكون احنا مش مستعدين لحاجه زي كده مثلا خطاف انت يعني اي ضحيه بتصطادها ودي انانيه مش اخلاق غوريلات انت فاك اريا دونت فاك وذ بوي المره الثانيه بتاعتك ديستراك اوه واو ما بحبش ديستراكس بحبهاش خالص بتقفل بتقفل بقى اوكي وغير كده لان بيتكلم عن الناس يعني ام سي امين انا كنت بحبه زمان اوكي وشبه انا متضايق اوكي من ام سي هوك اوكي انا عايز اسمع ام سي امين الايام دي عايز اسمعه اوكي وبعرفوني برضو ام سي امين اديت مين ولا ايه اللي حصل بالظبط ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وادوكم يلا تشوس